تماما. بتقولي ايه النهارده وانت في افتتاح مهرجان القاهره السينمائي والعوده والعرس اللي احنا شايفينه الفني ده؟ انت قلتيها، هو عرس. الف الف مبروك لاعاده المهرجان. وانا مبسوطه قوي بالمكان الجميل الممتع المشرف لينا ولكل الناس اللي جايه تزورنا. اختيار موفق جدا، وان شاء الله يبقى مهرجان ناجح باذن الله. علاقتك يا مروه لبعض الناس اللي كانت بتشكك ان الدوره تطلع للنور وان بعد تجربها بعض السلبيات ومش هتكون ناجحه؟ لا ان شاء الله. بصي، هو لازم يحصل ده كل سنه، ولازم كل الناس هتلاقي فيه اللي بيعلق وبيشكك علشان يحبط المهرجان، لكن ان شاء الله انا متوقعه خير. وطبعا احنا قلقنا طبعا زي عشان لو خوفنا يحصل زي اي سنه ان هو ما زي السنتين اللي فاتوا، بس انا سعيده جدا جدا باعاده المهرجان ده. مهرجان عريق ومن سنين فاتت، لا يعني مسؤوليتنا ان احنا علينا احنا ان احنا نخليه على مستمر دايما. الجديد عندك يا مروه بتحضريه؟ بصي، هو الاكيد دلوقتي يعني في مسرحيه على شهر الجاي اسمها بابا جاب موز، اخراج دكتور اشرف زكي. ايوه انت مذاكره كويس. بالنسبه للدراما بقى لسه في على رمضان الجاي ان شاء الله، بس يعني لسه ما اتاكدتش المعلومات. ان شاء الله يا مروه بالتوفيق ومنوره المهرجان. ميرسي يا مروه.